انا بس كمان يعني عايزه اسالك على انت تجنبتي في كذا مره انك تعملي الحاجات المرتفعه قوي من هنا دي. لا مش بتجنب، انا بلبسها عادي، بس أيوة. انا مش بحب ان هي تبقى اوفر قوي. يعني انا بحبها دي تبقى بقى مظبوط. هنا الارتفاع ده والفوليوم ده بتعمليه ازاي؟ لان في ناس بتقلدني، يعني في بنات بتقلدني وفي بنات وشها طويل، فلو شافتني انا عامله الفوليوم ده، الفوليوم ده بيدي طول للوش، بتقلد حاجه أيوة. مش لايقه عليها. فليه يعني انا خليها في المظبوط، يعني لو وشها مدور شويه ومكلبس شويه ممكن تعمل كده فتسحب الوش، فتسحب الوش. لكن لو وشها طويل دي بقى اللي انت بتعمليها دلوقتي في الفيديو دي، بدبوس من الجنب كده وتلفيها تاني، دي لذيذه قوي. ممكن نعملها كده. اختاري لنا اشارب، لازم بيبقى ساده اسود ولا عادي اي لون؟ طب والفوليوم دي بتعمليها ازاي يا خلود؟ ده بيكون يا توكا بنجيبها من اي محل، كلها دونتال كده مليانه. ايوه يا اما باندانا فوليوم. باندانا فوليوم منها فيها يعني، دي موجوده برضو. هي بتبقى حلوه في المناسبات، يعني واحده رايحه فرح فعامله هي عامه بتظبط شكل الطرح فبيبقى حلو التعليه ساعتها، بتبقى شيك كده كلنا بتبقى شيك قوي قوي في السهرات بالليل او الحفلات. لا واحده خارجه خطوبه كاتب كتاب بتاع رايحه الجامعه رايحه كده. عندي دي مثلا اهي. ايوه انت عارفه انا بسال في التفاصيل الكتير قوي دي ليه يا منى؟ عشان ديانا. عشان ديانا طبعا، ديانا كده كده بتفرج عليكي ليل ونهار. لا وفي ما بتفرجش عليا، بتفرج على منى بس. الحاجه الثانيه انه لو بنت عايزه تتحجب بس شاغل بالها هيبقى شكلي عامل ازاي، او هتبقى انا ما بعرفش الف، فانا بسهل عليكي الطريقه اهو. يلا توكلي على الله. دي بقى احنا بنخلي طرف قصير وطرف بيكون طويل شويه. ناحيه قصيره وناحيه طويله. ببدا ان انا اخد الطرف ده، كمان دي بقى احلى حاجه فيها ان هي مش بتبين الرقبه. بشيل الطرف ده واحطه هنا من الطويله مش من القصيره، وابدا كده ان انا اخد دبوس صغنط كده واثبت من هنا. البندانة نفسها الحجاب اتلف حلو، بيفتح النفس كده ويحببك في نفسك وما تبقيش متضايقه، بيكمل الشياكه بتاعه اللبس. بتني بقى من هنا كده بالشكل ده، وبعدين باخد ده. انا بشوفها دي مش عارفه بتعملوها ازاي، برجعها من هنا واروح جايبها كده وادخل بقى كل ده. التكنولوجيا جامده يعني بالشكل ده، بس هي سهله الممتنع. عايزه بقى تحطي دبوس هنا تثبتي دي علشان ما تطرش من الهواء، ما تطرش على وشك وكده. خلي بالك بس يا خلود ما تخبطيش في المايك وانت بتعملي عشان الصوت كده. حلوة قوي الكلام ده. دي فكرة حد ما حدش عملها كتير يعني. هي انا بشوف دي لذيذة قوي، لان هي مدارية الجزء بتاع الرقبة ده. ولو حد عندها مثلا دبل شين هنا او حاجة بتغطيه وبيبقى كمان بارز عظمة الخد والفك. احاول اتعلمها دي، جميلة لذيذة قوي.